نشرة الثامنة من قناة ليبيا، أهلا بكم مشاهدينا، تقدمها لكم فاتن اللامي وأحمد جويحان. هذه المرة لن أخطأ أحمد في نشرتنا نتابع. لجنة الأمن تشيد بعمل لجنة 5+5 وويليام تلوح بمراقبين بزي مدني لمتابعة وقف إطلاق النار. خطر يهدد الإرث التاريخي للبلاد واستنفار أمني ومجتمعي لحمايته. زليتن تحتفل بمجلسها البلدي الجديد وبلديات الواحات تجهز لعرسها الانتخابي. وفي نشرتنا أيضا العمل التطوعي ينير هون ويربط ودان بزلة. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم ومجموعة العمل الأمني المعنية بليبيا أكدت دعمها الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار في عموم البلاد. نعم فاتن، جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي كشفت عن تفاصيله البعثة الأممية. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. في متابعة للمسار الأمني، ناقشت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا عبر الاتصال المرئي الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، داعية جميع الأطراف إلى الإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة، لا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو غرين والسرت، فضلا عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور. الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز كشفت عن تفاصيل هذا الاجتماع وأشادت بجهود اللجنة العسكرية المشتركة والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعمليات تبادل المحتجزين التي جرت مؤخرا تحت إشراف اللجنة العسكرية كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط. وفيما يخص ما ورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن والذي اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من البعثة الأممية، قالت ويليامز إن البعثة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين وبالزي المدني للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة 5+5. المبعوثة الأممية قالت إن تقرير الأمين العام شدد على أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها وأن تكون مكملة للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ هذا الاتفاق. البعثة الأممية جددت دعوتها جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حماية المدنيين. وردا على تصريحات تركية، نفى رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح ما تناوله عدد من وسائل الإعلام على لسان مسؤول تركي حول إرساله مبعوثا شخصيا إلى أنقرة. صالح قال إننا لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو غيرها، مؤكدا العمل من أجل أمن واستقرار البلاد، ومضيفا أنه لن يتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون المساس بالسيادة الوطنية. في ملف آخر، أصدر رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور تعليمات بتكليف قوة لحراسة مقر المركز وحمايته من أي محاولة اقتحام أو عبث بالمقر ومحتوياته. ونقلت وكالة الغيمة الإخبارية عن الصور أن الحراسة ستظل قائمة حتى حل الخلاف الإداري واتخاذ ما يلزم من خطوات على النحو القانوني والذي يكفل حماية المركز ومحتوياته المصنفة ضمن الملك العام الواجب حمايته، مؤكدا عدم حدوث أي تجاوز لمقر المركز ومحتوياته. وتنفيذا لذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنها كلفت دوريات من الإدارة العامة للدعم المركزي ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالتنسيق مع قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لتأمين وحماية مقر مركز المحفوظات والدراسات التاريخية الكائن بمنطقة بومشماشة. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد هجوم مجموعة على المركز، مشيرة إلى أنها ستحمي المركز وما يحتويه من قيمة تاريخية إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام.
من جانبه وجه مندوب ليبيا الدائم لدى اليونسكو حافظ الولدان نداء لحكومة الوفاق بضرورة إبقاء المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في مقره الحالي وتأجيل نقله إلى حين بناء مركز جديد يكفل حماية محتوياته وصونها. وأوضح الولدان أن نقل مقر المركز سيتسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشيفاتها وتبعثرها خاصة في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن مركز المحفوظات أصبح بنكا عمليا للمعلومات حفاظا على تراث البلاد وتاريخها وحفاظا على كيان المجتمع. على صعيد آخر، تستعد اللجان الفرعية لانتخاب المجلس البلدي في جالو وأوجلا وشخرة ليوم الاقتراع الذي سيكون بعد غد الاثنين. هذا بدورها دعت إدارة العمليات باللجنة المركزية المواطنين الناخبين إلى ضرورة إحضار ما يثبت الهوية يوم الاقتراع بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر وإبرازه لمحقق الهوية، لافتة إلى أنه لن يسمح لأي ناخب بدخول محطة الاقتراع ما لم يكن مصحوبا بأحد هاتين المستندين. جاء ذلك في حين هنأ ديوان بلدية زليتن الأعضاء الجدد الفائزين بانتخابات بلدية زليتن 2021، كما تقدم الديوان بالتهنئة لكافة مواطني البلدية على إقامة هذا العرس الانتخابي وهذا الاستحقاق بأفضل صورة، مشيدا بمجهودات أعضاء المجلس البلدي السابق وكل ما قدموه لمدينتهم طيلة 6 سنوات الماضية. وحول نتائج الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية باسم المودي. أهلا بك سيد باسم. أهلا وسهلا بك وبكل السادة المشاهدين والمتابعين. نعم، بداية حدثنا عن تفاصيل العملية الانتخابية وكيف جرت عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج. نعم، تابعت اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية سير العملية الانتخابية في بلدية زليتن وكذلك بلدية قصر الخيار و بلدية سواني بن آدم وكذلك بلدية حي الأندلس. نسبة الاقتراع جيدة، إقبال المواطنين كان جيد الحقيقة. أما فيما يخص اللي هي النتائج، لم تعلن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن النتائج المبدئية بعد، لأن لازالت اللجنة تدخل كل البيانات في المنظومة الخاصة باللجنة، وخلال اليومين القادمين بعون الله ستعلن اللجنة المركزية عن النتائج المبدئية بعون الله. نعم، هذا سيكون الإعلان النتائج في باقي البلديات التي هي سواني بن آدم وقصر الأخيار وحي الأندلس. سوف نرى إدخال البيانات، لربما تكون هناك بعض المشاكل في 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 بعض البلديات، ولكن البلديات التي لا توجد بها أي مشاكل ستتم إعلان النتائج خلال اليومين القادمين إن شاء الله. نعم سيد باسم، ماذا عن عملية الطعون؟ لو أراد بعض المرشحين تقديم الطعون بالنتائج خصوصا في بلدية زليتن، كيف سيتم إجراء عملية الطعون؟ عملية الطعون تقدم عند إعلان النتائج المبدئية، تقدم الطعون عند المحاكم الجزئية ويتم الفصل فيها من القضاء، وباب الطعون مفتوح. نحن نسمع دائما في اليومين الماضيين عن وجود خروقات في العملية الانتخابية في بعض البلديات، ولكن لم تصل إلى اللجنة المركزية أي تقارير تفيد وجود خروقات لا من الجهات الامنيه ولا الى من او حتى من اللجان الفرعيه. نعم، نحن باب الطعون مفتوح خلال اعلان النتائج المبدئيه بعون الله. نعم سيد باسم، سؤالي الاخير لك، متى سيتم اجراء الانتخابات لباقي البلديات في الفتره المقبله؟ السبت القادم الموافق 16/1 سيتم انتخاب المجلس البلدي صدراته وكذلك المجلس البلدي تاجوره، وكذلك يوم 23 من هذا
الشعر ايضا بلديه الغربي اللي بعون الله. نعم، الناطق باسم اللجنه المركزيه لانتخابات المجالس البلديه باسم المودي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وحول تطورات ملف كورونا، أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة في مدينة البيضاء وجود حالتي اشتباه بكورونا بين المترددين على المركز يوم أمس، مشيرا إلى أن 61 مترددا زاروا المركز الجمعة، 38 منهم جاءوا من داخل مدينة البيضاء و23 من خارجها ما بين مسافرين وزائرين. أما في درنا فكشف مركز الرصد والاستجابة الأولية في المدينة أو في مدينة درنا عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا بعد سحب 3 عينات لحالة اشتباه. وأكد المركز عبر نشرته الوبائية بفيسبوك حالة حالة واحدة مصابة بوباء كورونا إلى مركز العزل، في حين قدمت الرعاية الصحية لحالات أخرى مصابة ومعزولة منزليا. وضمانا للحماية من انتشار الفيروس تستمر الدوريات التابعة للغرفة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا في مناطق طرابلس وجنزور وجاد وزليطن في جولاتها على المحال التجارية والمؤسسات التعليمية والمرافق الخدمية المختلفة. وتهدف هذه الجولات التي تتم بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي للتجديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بمعايير النظافة العامة. كما تعهد منسق برامج الرصد وعدد من أعضاء إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمواصلة الدعم الفني والتقني المقدم من المركز لكوادر المرافق التابعة للخدمات الصحية في المناطق. جاء ذلك خلال زيارة أداها أعضاء إدارة الرصد والتقصي والاستجابة لبلدية الزاوية الجنوب في إطار متابعة أنشطة فرق الرصد بالبلديات، حيث تم الاتفاق على جمع البيانات وإرسالها بصورة منتظمة لإدارة الرصد حسب ما نقلت وكالة الغيمة الإخبارية. وكإجراء لتقدير العناصر الطبية، دعت النقابة العامة للمهن الطبية نقابات المهن الطبية المساعدة بالبلديات إلى ضرورة حصر شهداء الواجب من المهن الطبية والطبية المساعدة والذين توفوا أثناء تأدية عملهم في مجابهة كورونا. هذا ودعت النقابة فروعها في البلديات إلى حصر العناصر وإرفاق وثائق تشمل شهادة وفاة من السجل المدني وتقريرا طبيا صادرا من قسم العزل، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي ورسالة من جهة العمل. أوضحت النقابة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي بتسميتهم شهداء واجب ليتمكن ذووهم من استيفاء حقوقهم. في قطاع الصحة لكن بعيدا عن كورونا، افتتح قسم غسيل الكلى الجديد بمركز خدمات الهواري في مدينة بنغازي بحضور وزيري الصحة والعدل وعميد بلدية بنغازي ومجموعة من الأطباء، حيث يحتوي القسم على 100 جهاز غسيل إضافة إلى غرفة للعناية الفائقة وغرفة خاصة بالعمليات الحديثة. الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة دكتور سعاد عقوب الذي شرف إشرافا شخصيا على هذا الإنجاز، وهو قسم من أكبر قسم غسيل كلى في المنطقة الشرقية، 100 ماكينة غسيل، 100 ماشين غسيل، هذا يعد إنجاز. أنا متردد على قسم الكلى وعندي 3 أيام في الأسبوع، وعندنا نعانوا من نقص الدواء، بعض الأدوية نحن نعانوا من يا ريت تتوفر لنا، وخاصة البريكس، إبرة البريكس هذه اللي ترفع لنا في الدم وتعالجنا في كثير من المشاكل اللي احنا نعانوا منها، ونبوا يوفر لنا الدواء اللي منها المنبارة، ناخذ في المنبارة توالي شهر موقف عليه ما فيش بك، وبرا ما قدرتش نشريها انا من برا. قدمت التمريض 100 100 بصراحة، الله يكثر من امثالهم بصراحة، حاطين عليكم في الراحة بصراحة.
انطلقت صباح اليوم بمدرج كلية التقنية الصناعية بمصرات أعمال ورشة عمل لوضع خارطة طريق للإطار الوبائي تحت إشراف إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة التعليم الليبية بالشراكة مع منظمة اليونيسف. نعم فاتن، يذكر أن اليوم الأول من الورشة هو يوم علمي لوضع إطار اللجنة الاستشارية وتكييفه لآلية عمل تناسب الواقع التعليمي بالمؤسسات التعليمية، فيما سيتضمن اليوم الثاني الاجتماع الأول لمدير الإدارة مع مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية في 65 مراقبة تعليمية. وفي أوباري أعلن العميد المكلف بكلية القانون والشريعة حسين الخير عن إنشاء مبنى جديد للكلية في المنطقة بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي. أوضح الخير أن إنشاء المبنى سيحتاج إلى عام كامل على أقصى تقدير، حيث سيتم إنشاء 14 قاعة دراسية وقاعة كمبيوتر باعتبار أن الكلية ستغطي المناطق المجاورة. هذه الكلية واجهت صعوبات كثيرة، من ضمنها اللي هو المبنى الخاص بالطلبة أي الفصول الدراسية والمدرجات. طبعا يوجد الكثير من النقص في مثل هذه الاحتياجات داخل المنطقة، ولكن الحمد لله بفضل أعيان وحكماء وعميد الكلية الدكتور بكر في السعي إلى الحصول على إنشاء مبنى جديد لكلية الشريعة والقانون في أوباري تحت الدعم والاستقرار الخاص بالتنمية من الأمم المتحدة UNDP. طبعا هذا المشروع تم الاتفاق عليه وتم يعني حفل الإنشاء اللي هو راح يكون إن شاء الله من هذه الفترة سيبدأ ببناء هذا المبنى الخاص بكلية الشريعة والقانون، وسيكون أي ستكون المدة المتاحة أو مدة الاستكمال لهذا المشروع من 10 أشهر إلى 12 شهر حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل المقاولين ومن قبل الشركة الداعمة والجهة قصدي الجهة المانحة والشركة المنفذة لهذا المشروع، وسوف يكون لنا ما يقارب 14 قاعة في هذا المبنى وأيضا بعض الفصول الدراسية وأيضا بعض القاعات الكبيرة الخاصة بأجهزة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر. ومن جانب أكثر إشراقا ولليوم الثالث على التوالي واصل منتسبو نادي الحرية للفروسية بمدينة ودان أعمال الصيانة التطوعية لطريق ودان زلة بالتعاون مع العمل التطوعي في ودان. هذا ويهدف منتسبو النادي لإكمال أعمال الصيانة للطريق المقدرة ب 30 كيلو مترا وبمجهودات تطوعية مع مساهمة من المسافرين بالطريق العام. نتيجة لتهالك هذه الطريق طريق الرابط ما بين زلة ودان، تنادى شباب نادي الحرية للفروسية ودان وشباب العمل التطوعي وأهل المنطقة لترميم وصيانة هذه الطريق نتيجة لهالحوادث وأهمال المسؤولين عن هذا الموضوع. باعتبارنا شاركنا في العديد من المهرجانات خارج المنطقة وداخل المنطقة، اليوم أطلقنا حملة لصيانة طريق زلة ودان، وهم الفرسان قائمين بالجهد بارك الله فيهم، وإن شاء الله ربي يقدرنا عليه على هذا الخير إن شاء الله. العمل التطوعي طال أيضا شباب هون، حيث بدأت فرقة العمل التطوعي ضمن حملة شوارعنا في القيام بأعمال الصيانة لشبكتي المياه والكهرباء بمدرسة هون المركزية الابتدائية، كما تمثلت أعمال الفرقة في أعمال نظافة شاملة للمدرسة وفنائها ونقل القمامة المتراكمة بها وإجراء أعمال تقليم للأشجار. في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2021 قامت فرقة العمل التطوعي بهون طبعا حملة شوارعنا بحملة تنظيف من داخل مدرسة هون المركزية، وكذلك بعض الصيانة تمثلت في شبكة المياه وشبكة الكهرباء وأعمال التنظيف. فاصل قصير وتتابعون في الثانية. حريق في محطة وقود يختبر جاهزية القطاعات المختصة.
أهلا بكم من جديد إلى العناوين. لجنة الأمن تشيد بعمل لجنة 5+5 وويليامز تلوح بمراقبين بزي مدني لمتابعة وقف إطلاق النار. خطر يهدد الإرث التاريخي للبلاد واستنفار أمني ومجتمعي لحمايته. وازليت تحتفل بمجلسها البلدي الجديد وبلدية الواحة تجهز لعرسها الانتخابي. عقدت اللجنة المكلفة من مصلحة المطارات بالحكومة الليبية اجتماعا برئاسة صالح شتاوي رئيس المصلحة لمناقشة تحديد اختصاصات مصلحة الطيران المدني وإدارة المطارات للحد من التأثير السلبي على الأعمال المناطة بأمن وسلامة الطيران والنقل الجوي. الاجتماع أحمد الذي عقد بمقر مصلحة المطارات في مدينة البيضاء تم خلاله الاتفاق على زيارة مطار بنين الدولي وعقد اجتماع مع مصلحة الطيران المدني خلال الأسبوع الحالي وتقديم تقرير لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالنتائج. حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من انتشار شراب برتقال في الأسواق الليبية غير مطابق للمواصفات والمقاييس. وأبين المركز أن المنتج الذي يحمل العلامة التجارية برافو يحتوي على لون صناعي محظور، مشيرا إلى أن نسبة المواد الصلبة فيه منخفضة بالإضافة إلى عدم وجود طعم مميز لعصير البرتقال. قالت الشركة العامة للكهرباء إن حريقا اندلع في محطة لتزويد الوقود بالقرب من أحد مقراتها في منطقة البيفي بطرابلس. نعم، الشركة أوضحت في منشور على صفحتها بفيسبوك أن فرق الإطفاء التابعة لها توجهت إلى الموقع، مشيرة إلى أن سبب الحريق كان شاحنة خاصة بنقل الوقود محملة ب 45 ألف لتر. أضافت الشركة أن فرقها استطاعت السيطرة على الحريق الذي يصنف من الدرجة الثالثة بالتعاون مع فرق إدارة السلامة العامة. من جانبها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط مشاركتها في السيطرة على حريق محطة الوقود في البيفي، مضيفة أن الحريق اندلع أثناء تفريغ شاحنة الوقود حمولتها بالمحطة. وقالت المؤسسة إن مساهمتها في عملية الإطفاء جاءت بناء على طلب هيئة السلامة الوطنية، مشيرة إلى أن جميع فرق الطوارئ بالمنطقة الغربية والجنوبية التابعة للمؤسسة توجهت للموقع، ومن بينها شركة البريغا وفرق الطوارئ من شركتي ملي وأكاكوس. أما هيئة السلامة الوطنية فأعلنت عن إصابة عامل خلال حريق محطة الوقود. وأوضحت الهيئة أن العامل الذي أصيب بنغالي الجنسية كان يؤدي عمله في المحطة أثناء اندلاع الحريق دون أن تذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية. وقبل أن ننتقل إلى أخبارنا الدولية، لنحتفل مع جمعية نايتما للأعمال الخيرية بمرور عام على إعلان تأسيسها. الحفل الذي أقامته الجمعية كان مناسبة لعرض المقتنيات التراثية والمشغولات اليدوية الطارقية، وزينتها لوحات غنائية وراقصة وشعرية طارقية. أجواء احتفالية لفت المكان، فكانت الرقصات والأهازيج والأغاني التارقية هي خير وسيلة للتعبير عن مسيرة عام أكملتها منظمة منكو نايتنما للأعمال الخيرية. في منطقة إدري الشاطئ انطلقت بمقر الجمعية احتفالات تزامنت مع قدوم قافلة شباب طوارق ليبيا الذين شاركوا في الاحتفال بأعمال غنائية وراقصة من الفلكلور التركي. اليوم قمنا باحتفالية لجمعية أنامكن نايتما للأعمال الخيرية بمناسبة مرور عام على تأسيس هذه الجمعية، وقمنا في هذا الحفل بعدة عروض فنية وافتتاحية لعدة معارض، ومن ضمن هذه المعارض معارض شعبية تراثية ومعارض للأشغال اليدوية. مع أبيات قصيرة من الشعر الشعبي الطارقي. الشعر الترقي لم يكن غائبا عن أجواء الحفل، إضافة إلى افتتاح معارض لأعمال فرع الهلال الأحمر المنصورة ونادي تارقا بإدري الشاطئ وجمعية صنايع المعروف بمنطقة مسان الشاطئ، بالإضافة إلى جمعية من كل الأعمال الخيرية والتي تضمنت مقتنيات تراثية تارقية وشعبية وملبوسات ومشغولات يدوية.
تحتفل جمعية أنا مقنوناية مع الأعمال الخيرية لهذا اليوم بمناسبة مرورها العام الأول لتأسيسها وشارها، وباستقبال الوفد التنسيقي لشباب طوارق ليبيا، ومشاركة بعض الجمعيات والمعارض المتلة بلدية إدري مثل جمعية تمسان والهلال الأحمر تمسان والهلال الأحمر المنصورة وجمعية إدري التراثية. حفل نال استحسان الحاضرين، ووزعت خلاله شهائد شكر وتقدير على المشاركين والداعمين لهذه الاحتفالية. حذرت السفارة الليبية في إسبانيا الليبيين المقيمين في مدريد من مغادرة منازلهم بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب إسبانيا هذه الأيام، وعممت السفارة الليبية أرقام هواتف للطوارئ داعية الليبيين للاتصال بها في حال تعرضهم لأي طارئ. تفاصيل العاصفة سنتابعها بعد فاصل، ولكن ابقوا معنا لأن هناك فاصل. في حرب الرئاسة ويبدأ حرب تويتر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وتكملة لتوصيات السفارة الليبية في إسبانيا، أعلنت السلطات الإسبانية حالة التأهب في عدة مناطق بسبب العاصفة الثلجية في لومينا التي وصلت إلى البلاد يوم الخميس الماضي. هذا وأغلقت السلطات مطار العاصمة الإسبانية مدريد وعدة طرق يوم أمس بعد تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت أكثر من 35 تحت الصفر في شمال إسبانيا. أعلنت شركة تويتر أنها علقت حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل دائم بسبب وجود خطر في استغلاله للتحريض على مزيد من العنف. هذا وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك يوم الخميس الماضي أن حسابي ترامب على فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل، وذلك على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول. أعلنت وزارة النقل الإندونيسية اليوم تحطم طائرة ركاب تحمل على متنها 62 شخصا، مضيفة أنه تم تحديد مكان تحطم الطائرة وأن فرق الإنقاذ ستباشر عمليات البحث عن ناجين. هذا وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق فقدان الاتصال بالطائرة بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في رحلة داخلية. ختام الثامنة، هذا تذكير بأهم العناوين. لجنة الأمن تشيد بعمل لجنة 5+5 وويليامز تلوح بمراقبين بزي مدني لمتابعة وقف إطلاق النار. خطر يهدد الإرث التاريخي للبلاد واستنفار أمني ومجتمعي لحمايته. أما زليتن فتحتفل بمجلسها البلدي الجديد، وبلدية الواحات تجهز لعرسها الانتخابي.
بذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء. في أمان الله. يعطيك العافية.